فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. نبتدي نتحدث هلأ أو نتكلم عن المشروم. المشروم بيحتاج تنظيف، فممكن ببساطة عندي طريقتين، إما أني أستعمل فوطة المطبخ أو قطعة من ورق المطبخ أو الفرشة، إذا عندنا فرشة بس تبقى ناعمة كتير هاخد قطعة من المشروم، وإذا في عندنا أي أتربة مجرد بالفرشة بسحب بالشكل هذا، أو إذا حبينا بقطعة الورق ببساطة بطرف الورقة بنقدر نمسحها بالطريقة هاي. القطعة اللي بنستعملها لتقطيع البيض ممكن أستعملها لتقطيع المشروم، بحط قطعة المشروم أو الفطر بهذا الشكل وبضغط عليها، ببساطة ممكن تطلع حبات المشروم مقطعة بهذه الطريقة.